الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة ويوجه بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في مجالات الفنون والثقافة. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر والإمارات دائما على قلب رجل واحد، وبن زايد يقول إن العلاقات ستمضي للأفضل بالتعاون مع الرئيس السيسي. تنفيذا لتكليف الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء يعلن إقرار حزمة حماية اجتماعية بتكلفة تصل لنحو 67 مليار جنيه. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تم الاطلاع على الموقف التنفيذي الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة، وكذلك على امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية. وخلال اجتماع آخر، تابع الرئيس السيسي سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مدينة الفنون والثقافة، حيث واجه بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالات الفنون والثقافة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة، وكذلك على امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، حيث وجه السيد الرئيس بإتمام الاستغلال الأنسب لكافة الأراضي المقترحة للتطوير وفق نهج هندسي وخدمي يحقق التكامل مع المشروعات التنموية الضخمة، الأمر الذي يعزز عناصر البناء والتطور العمراني ويحقق قيماً مضافة لاستراتيجية الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء محمد شريف رئيس الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار. الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مدينة الفنون والثقافة. وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام للمنشآت التابعة لمدينة الفنون والثقافة والمقامة على مساحة حوالي 127 فدان، خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة ومتحف عواصم مصر الذي يعرض آثاراً لعدد من عواصم مصر على مدار التاريخ، ومتحف الفنون الذي يعرض العديد من اللوحات الأثرية والحديثة، ومتحف العملات، فضلاً عن دار الأوبرا الجديدة التي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط، وتضم قاعة رئيسية تصل سعتها إلى حوالي 2200 فرد، وهي مقامة وفقاً لأحدث وأرقى التقنيات الهندسية العالمية من صوتيات وأنظمة عرض، إلى جانب مسرح للموسيقى يصل سعته إلى حوالي 1200 فرد، وهو مؤهل وفقاً للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، وكذلك مسرح للدراما والأداء الحركي يتسع لحوالي 630 فرداً، وذلك في إطار طراز معماري فريد وثري. وقد وجه السيد الرئيس بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالات الفنون والثقافة،
وذلك للتعاون في نظم الإدارة والتشغيل على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة، وبما يعظم من قيمتها كأيقونة ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة، وكذلك للإنسانية جمعاء. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاختلاف في الرأي مهم، ولكن الاختلاف في الفهم بمثابة مشكلة، مشيرا إلى أن قدرات مصر الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة في قطاعاتها المختلفة. وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة بالتلفزيون المصري، أكد الرئيس السيسي أن الدولة ترحب بمن لديه حل وتدعمه. بقول لك إن البلد دي قدرتها الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة في قطاعاتها المختلفة. ده أنا بعترف لك. بقولك ما أقدرش. مش أنا اللي ما أقدرش. قدرتها ما تقدرش. الدولة قدرتها ما تقدرش. طب ليه؟ هي إمكانياتها كده. إن كان حد يقدر يعمل حل يجي والله معايا وأنا هبقى سعيد بيه. أي حد. وعينه مسؤول ويتولى وأشوف. وهسقف له وأبقى سعيد بنجاحه. لأن نجاحه هيبقى نجاح لينا كلنا. نجاح هذا يعني اللي بيتكلم وبيطرح حلول ومهتم قوي بالمواطن والظروف الصعبه، وانه يعني ما حدش يعني مهتم بيه ولا بيخلي باله منه. لا ده خطير الكلام. وأوضح الرئيس السيسي أن التحديات في هذا البلد تحتاج إلى عمل متفان ومخلص لمدة سنين طويلة جدا، مشيرا في هذا الإطار إلى أن كثيرا ممن تحدثوا عن التجارب التي مرت بها دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا تترقوا إلى التجارب فقط، ولكن لم يتحدثوا عن السياق الذي كانت تسير فيه الدولة. التحديات اللي موجودة في البلد دي عايز عمل متفاني ومخلص لمدة سنين طويلة جدا جدا. كتير من اللي اتكلموا على التجارب يا يوسف بتاعت الدول زي كوريا الجنوبية وزي سنغافورة وزي ماليزيا، اتكلموا على التجارب فقط لكن ما قالوش على السياق اللي كانت الدولة ماشية فيه. صحيح. على الأقل 20-30 سنة فضلت الدولة حاجدة طاقتها ال 20-30 سنة دول. فلو النهاردة احنا بالطريقة اللي احنا بنتكلم بيها ديت هنفك تاني، وبتتكلم على انك انت عايز تمارس بانك يعني دور وبتاع، ولا بأس. وانا والله مرحب بالكل، والله العظيم مرحب، واللي شايف انه عنده القدره يتفضل، والله العظيم هساعده واقول له تعالى خش امسك الملف ده وخلصه، واول ما هيخلصه او انا هدعمه وهو بيخلصه وهسقف له. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تبذل قصارى جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر قمة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ. جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي وجهها لأعمال النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية. بكل مشاعر الود والحفاوة يطيب لي أن أرحب بالسادتي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، بالدول الأعضاء في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه الوكالة هذا العام في مدينة القاهرة. ويأتي مؤتمركم الموقر ومصر في أوج استعداداتها لاستضافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ الخضراء، وتبذل مصر قصارى جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ. وقال الرئيس السيسي إن مصر تفخر باستضافتها جامعة سنغور في مدينة الإسكندرية كأحد نماذج التعليم الجامعي المتميز. كما وجه الرئيس السيسي بالاستجابة لمطلب جامعة سنغور بقيامة مصر ببناء مقر جديد للجامعة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأفارقة الوافدين. ويحدوني الأمل فأن يتم ذلك بما يتناسب مع إيقاع العصر ومقتضيات مساراتنا التنموية،
وما يرتبط بها من متطلبات سوق العمل، وذلك في ضوء الرؤية المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030، بما يحقق تقدما ملموسا في كفاءة الجامعات المصرية عبر النهوض بمستوى جودة التعليم والبحث العلمي والتدريب والابتكار، ويعزز من رؤية مصر لإطلاق صحوة معرفية متجددة ومنفتحة تستند في المقام الأول إلى سياسة تعليمية عصرية متاحة للجميع، بحيث تتمتع بالقدرة على تنشئة أجيال جديدة تتميز بالشخصية المنفتحة والعقل المستنير وتتفهم قيمة احترام الآخر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي في احتفالية مصر والإمارات قلب واحد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية. إن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد، كما أن العلاقات بين الدولتين وعلى اختلاف القيادات والحكومات تظل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة. فالتفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي مما نفخر به في مصر، بداية من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، صاحب الموقف والمقولة التاريخية أبان حرب أكتوبر 1973 بأن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي، والمغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكذلك كافة أصحاب السمو حكام الإمارات، وصولا لرئيس الدولة الأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة، حيث على مدار تلك العقود لم تتغير قوة العلاقات المصرية والإماراتية بل ازدادت رسوخا، وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بينهما. We'll be right back.
أكد رئيس الإماراتي محمد بن زايد أن احتفاء الإمارات ومصر بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات بينهما تأكيد لعمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما منذ عهد الشيخ زايد. وقال رئيس الإمارات في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن البلدين عنصر استقرار إقليمي ونموذج للعلاقات بين الأشقاء، وإن العلاقات بين البلدين ستمضي دائما للأفضل بالتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبشعار قلب واحد أطلقت مصر والإمارات في القاهرة احتفالية بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. احتفالية جسدت الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي اتسمت علاقات البلدين خلالها بالقوة والمتانة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية، ضعنا في تفاصيل احتفالية اليوم بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية. لكم ولكل متابعينا في متابعة لانطلاق فعاليات احتفالية واحتفاء مصر والإمارات بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية. ونحن نتحدث عن هذه الفعاليات التي انطلقت منذ صباح اليوم 26 من أكتوبر وتستمر حتى 28 من نفس الشهر. نتحدث عن جلسات الافتتاحية وعدد من الجلسات الأخرى. هذه الجلسات تناولت العديد من فرص الاستثمار وتناولت أيضا تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية، المواقف الراسخة والتاريخية، وأيضا تناولت النقاشات العديد من ورش العمل الخاصة بفرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات. نتحدث عن تعاون كبير جدا في المجال البيئي، تعاون أيضا كبير في المجال الاقتصادي والثقافي، وأيضا على مستوى الشعبين هناك تعاون كبير وهناك ود والكثير من العلاقات بين الشعبين المصري والإماراتي. ومن المفترض أن تنتهي هذه الجلسات باحتفالية كبرى وأيضا يشارك فيها أكثر من 7000 شخصية. وفي المشاركة على مدار الفعاليات الخاصة بهذه الاحتفالية كانت هناك مشاركة واسعة وكبيرة للكثير من رجال الدولة وأيضا من المسؤولين وكبار القادة. ونتحدث أيضا عن العديد من رجال الأعمال، نتحدث عن أكثر من 1800 شخصية ورجل أعمال من الدولتين، والعديد العديد تحدث اليوم عن طبيعة وقوة ومتانة العلاقة المصرية الإماراتية من خلال هذه الفعاليات المستمرة. وأيضا هناك حديث كبير من كبار المسؤولين عن تاريخ هذه العلاقة وحاضرها، وأيضا الحديث عن مستقبل العلاقة المصرية الإماراتية في الكثير من المناحي والمجالات الاقتصادية، الثقافية، البيئية، وأيضا على مستوى الشعبين. عودة إليكم مرة أخرى. وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي متابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، حيث وجه بعرض هذه المستجدات وما يتصل بها من توصيات خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا المعنية بالتحضير لقمة المناخ. وخلال اجتماعه الأسبوعي أكد مدبولي أن الاجتماع الوزاري يأتي عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، حيث لفت إلى أن الجلسات أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة. كما أكد مدبولي أنه سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات، وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذها لترجمتها سريعا إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلا أكثر تنافسية للاقتصاد المصري. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وافق المجلس على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية. وخلال مؤتمر صحفي اليوم أشار مدبولي إلى أن الحزمة تشمل إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه شهريا اعتبارا من نوفمبر المقبل. يعني التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس وأيضا تنفيذ أول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي. الحقيقة يمكن أهم هذه القرارات أو أهم مكونات هذه الحزمة اللي هيعرضها بالتفصيل معالي وزير المالية، أول حاجة إن هو إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة
هتبقى لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للدولة وأيضا للمعاشات، وهتبقى بمبلغ 300 جنيه شهريا، ودي هيستفيد منها كل زي ما قلت العاملين في جهات الدولة والشركات التابعة ليها وأصحاب المعاشات أيضا. الموضوع الثاني طبعا يعني قرر ايضا مجلس الوزراء بناء على هذه العلاوه الاستثنائيه اللي هي ب 300 جنيه ان يكون الحد الادنى، يرفع الحد الادنى للاجور، يبقى بدل 2700 يبقى 3000 جنيه. وبالتالي دي طبعا اي حد، وده هيسري طبعا بالتبعيه على بقيه الدرجات الماليه المختلفه، بحيث انها هيبقى في زياده متدرجه لكل الدرجات الماليه بناء على تقرير الحد الادنى للاجور. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار العمل بالأسعار السارية لأسعار الكهرباء حتى 30 من يونيو من عام 2023. وخلال المؤتمر الصحفي أوضح مدبولي أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية على الدولة تقترب من 67 مليار جنيه في العام. يستمر العمل بالأسعار السارية حاليا لغاية يوم 30/6/23. وبالتالي هي مجموعة من القرارات المتكاملة اللي احنا شفنا النهاردة ان احنا بنتدخل بيها علشان تساعد المواطنين في الظروف الراهنة اللي موجودة دلوقتي. ويمكن انا عايز اقول لحضراتكم ان حزمة هذه القرارات يمكن جزء منها ايضا انا يعني برضو عايز اضيفه، وهو موضوع الدخول للبرلمان بموضوع رفع حد الاعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يبقى اللي هو احنا يمكن كنا وافقنا عليه بصورة مبدئية وان شاء الله هيتم اقراره في البرلمان، بحيث يترفع الحد الادنى للاعفاء الضريبي من 24000 جنيه في السنة الى 30000 جنيه في السنة. معنى كده ان اللي دخله 2500 جنيه في الشهر ما يخصمش منه اي ضريبة في هذا الشأن. ده كان اخر اجراء. الحزمة دي كلها النهاردة إن شاء الله هتبقى تكلفتها على الدولة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة. أشاد تحالف الأحزاب المصرية بقرارات الحكومة اليوم والخاصة بإقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 من يونيو 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه. ووجه أمين عام التحالف النائب تيسير مطر الشكر للرئيس السيسي على قرارات الحكومة التي جاءت تنفيذا لتوجيهاته، ونوه بأن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لافتا إلى أن هذا القرار خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية.
هذا وقد أشاد حزب السادات الديمقراطي بحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المواطنين. وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عفة السادات إن القرارات التي اتخذت اليوم من رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة تعتبر تنفيذا حقيقيا لتوجيهات الرئيس السيسي. واعتبر السادات أن قرارات الحكومة اليوم هي بمثابة دعم حقيقي من الرئيس السيسي للمواطنين عامة، مضيفا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تظل حريصة على حماية المواطن من أي ارتباك مع الأزمات العالمية، إذ قامت بتوفير السلع والاستمرار في المشروعات القومية والبنية التحتية وتحقيق حياة كريمة للمواطن. أشاد رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية ناجي الشهابي بقرارات الحماية الاجتماعية التي كلف الرئيس السيسي الحكومة باتخاذها، وأشار الشهابي إلى أن هذه القرارات مثلت مفاجأة رائعة وسرة للشعب المصري لم يتوقعها أحد، لأنها جاءت بعد الكلمة الواضحة والعميقة للرئيس السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي. وأضاف رئيس حزب الجيل أن الرئيس وعد بتخفيف معاناة الناس من الغلاء والتضخم ونفذ وعوده في أقل من 24 ساعة بتلك الحزمة من قرارات الحماية الاجتماعية والتي تتحمل خزانة الدولة تكلفتها الكبيرة والتي تصل إلى 67 مليار جنيه. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ تيسير مطر عضو تحالف الأحزاب المصرية. سيد تيسير، بعد التحية، كيف قابلتم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة وإقرار العلاوة الاستثنائية ومد حزمة الحماية الاجتماعية إلى 30 من يونيو ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه؟ تحياتي لسيادتك ولكل المشاهدين، وعايز أقول ببساطة كده شكرا سيادة الرئيس، شكرا الأب الغالي لكل المصريين اللي بيشعر بالمصريين فعلا. لما نيجي نقول عشان نبقى بنتكلم بهدوء وببساطة، امبارح انتهى المؤتمر الاقتصادي، النهاردة وطلع بتوصيات، النهاردة نلاقي توجيهات سيادة الرئيس بتتنفذ على أرض الواقع. بإيه؟ ب 300 جنيه إضافي لكل مواطن يعمل في القطاع العام أو في القطاع الحكومي أو في صاحب معاش. دي حاجة عظيمة جدا، حاجة ممتازة، حاجة خطوة على الطريق بتؤكد شعور الأب بأبنائه وشعور الأب بناسه وحبايبه. النقطة الثانية بنلاقي، ودي برضو أنا بشكر حضرتك على الكلمة اللي قلتها، احنا فعلا بنأكد ان ده رد على قوى الشر اللي كل شوية واجعين دماغنا بكلام وبيأججوا مشاعر وهم مش مدركين لأي شيء، وبنقول لهم من لا يمتلك المعلومة لا يمتلك القرار، فلو سمحتوا اسكتوا شويه بقى. النقطه الثانيه بنلاقي رفع انا عايز اقول لسيادتك كمان ان الناس استمرار دعم البطاقه التموينيه لغايه 30/6 اللي جاي ده شيء كويس جدا، يعني استمرار، يبقى المواطن بياخد النهارده 100 او 200 او 300 بخلاف ال 300 جنيه اللي طلعوا النهارده. رفع الضرايب ل 30,000 جنيه ده معناه ان المواطن الناس اللي بتاخد 3000 4000 يعني مش هيدفعوا حاجه خلاص او يدفعوا حاجه بسيطه جدا، فده بيؤكد على ان السيد الرئيس والحكومه واسعار اسعار الكهرباء كمان استاذ تيسير. ما انا جاي لسيادتك انا جاي لسيادتك في الكهرباء، الكهرباء دي اهم حاجه كمان، ان اللي قعدوا يقولوا الكهرباء هتعلى البنزين هيعلى، طب اهو لا الكهرباء عليت ولا البنزين علي، انتوا عايزين ايه؟ النهارده استمرار الكهرباء لغايه 30/6 السنه الجايه بدون ارتفاع، يبقى المواطن حتى حاسس باستقرار، حاسس ان هو الدوله خدت بالها منه. مصر ام المصريين وام العالم، مصر ام الدنيا، مفيش حد في العالم عمل الكلام ده. انا عايز اقول لسيادتك انا عملت سيرش كده دور ما لقيتش حد عمل اللي احنا اللي سياده الرئيس امر بيه او اللي سياده الرئيس وجه بيه. دليل على ان رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي راجل أب للكل، يشعر بالكل، بيعمل من أجل الدولة، بيعمل من أجل رؤية للمستقبل، يعني عايز أقول، أنا عايز أقول كلام كتير جدا، هو حبيب للكل وإحنا كمان بنحبه ومعاه أيا كانت الأمور إحنا معاه. أكيد. الدكتور الأستاذ تيسير مطر عضو تحالف الأحزاب المصرية، شكرا جزيلا لك.
نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري احتفالا لتكريم اوائل خريج الجامعات المصريه، واكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ان الصوره الايجابيه والمشرفه لنخبه طلاب الجامعات المصريه تعكس مدى اهتمام الدوله بالتعليم وتطويره وتحديثه المستمر بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث وتقدم التكنولوجي الذي اصبح سمه العصر. كما قدم التهنئه لاولياء الامور الذين بذلوا الغالي والنفيس من اجل بناء مستقبل ابنائهم. ياتي ذلك في اطار حرص القياده العامه للقوات المسلحه على مشاركه خريجي الجامعات المصريه اقرانهم من الكليات العسكريه لغزل نسيج واحد للدوله المصريه، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتعزيز جهود الدوله في استشراف المستقبل وبناء الوطن والتطلع الى رياده العالميه. نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة ندوة بعنوان الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي، وتم خلال الندوة استعراض جهود أجهزة الدولة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ، فقد نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المختصين وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من طلبة الجامعات المصرية وطلبة الكليات العسكرية وكليات الشرطة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكوكبة من رجال الفكر والإعلام. قضية التغيرات المناخية النهاردة هي يعني تعتبر من أهم القضايا اللي بيهتم بيها العالم كله، بتتجه أنظار العالم كله النهاردة لجمهورية مصر العربية، الدولة المنظمة للكوب 27 اللي هو مؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية. التغير المناخي ده على أعتاب أي دولة، وممكن يحصل مشاكل في أي وقت، واللي بيحصل النهاردة هذه التوعية أو هذه الندوة بأن احنا نحط إيدينا على كل المحاور التي ممكن أن تساهم في أن احنا نجابه مشكلة التغير المناخي، دي أكيد حاجة مهمة جدا. تناولت الندوة والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تتطرق إلى الأبعاد الأمنية الناتجة عن ظاهرة التغير المناخي عددا من الموضوعات، والتي تأتي في مقدمتها الجهود الأمنية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وجهود مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة هذه الظاهرة. بنتناول الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي في هذه الندوة ليه؟ لأن الحقيقة أن غالبا ما بيحدث على أرض الواقع أن بيكون رجال الشرطة هم أول من يتصدى للتغيرات المناخية. يعني مثلا لو اخذنا مثال ظواهر السيول اللي هي بتكون ناتجه عن تغير المناخ، ربما احنا بنجد ان اول من بيتعامل معها هي بتكون وزاره الداخليه. الامن حاضر بكل المعايير في اي تغيرات مناخيه وفي اي تاثيرات ستنتج عنها. تغيرات الامن المناخيه هتؤثر على حياه البني ادم سواء في حقوقه الاساسيه او في حقوقه انه ينعم بامن على هذه الارض. احنا بنتكلم على الامن الغذائي، أمن في مجال الطاقة، والأمن في مجال المياه. يعني هي بقت مسألة أمن، ما هيش مجرد عندنا مشكلة بيئية، في مشكلة تغيرات مناخية يبقى نتعامل معها بمعزل عن الإطار العام اللي هو التعامل مع أزمات معنية بالغذاء والمياه والطاقة. الحقيقة أنه يتصدى أكاديمية الشرطة ومركز بحوث الشرطة لظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها الأمنية على المجتمع هامة للغاية، خاصة وأن احنا بنستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف التغير المناخ كوب 27 واللي هينعقد إن شاء الله في مدينة شرم الشيخ. وقد أثمرت مناقشات الندوة عن عدد من التوصيات في مقدمتها تضافر كافة الجهود الوطنية لمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخاذ كافة الإجراءات للحد من استهلاك صور الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة، والاستثمار في الطاقة النظيفة البديلة، وإطلاق مبادرات جديدة طموحة تواكب توجهات الدولة في ذات الإطار، والتوسع في تنفيذ خطط وبرامج توعوية إعلامية وتعليمية وثقافية لتعريف كافة فئات المجتمع بتداعيات التغيرات المناخية والانعكاسات المختلفة الناجمة عنها. الدور الكبير اللي بيقوم به مركز البحوث في أكاديمية الشرطة إنه بيناقش الملفات من المتخصصين من خلال دراسات
مبنية على منهجية علمية من خلال بيانات سليمة ودقيقة بمنتهى الشفافية. ده بيساعد في رفع الوعي المجتمعي بشكل كبير. الحقيقة الندوة النهاردة كانت دسمة جدا. بدأت الصبح ان احنا بدأنا نتعرف على أثر التغيرات المناخية وان هي ازاي ممكن تضر الاقتصاد، ممكن ازاي ايه اسباب التغيرات المناخيه دي عامه. اكيد الندوه دي عرفتني حاجات جديده وعرفتني معلومات اكيد ما كنتش عارفاها قبل كده. طبعا انا بشكر وزاره الداخليه على اقامه مثل هذه الندوات لان هي بتزود الوعي، وانا بشكر كمان الكوادر الكبيره اللي كانت جايه تتكلم النهارده لان هي فتحت نقط في عقلنا احنا كشباب علشان المرحله الجايه. احنا كنا بنسمع تغير مناخ بس ما كناش عارفين احنا ايه الكوب 27 وايه الكلام ده كله. ففكره ان هم يسمحوا للشباب بحضور ندوات زي دي او ان هم يعقدوها اصلا دي حاجه كبيره جدا للشباب وللمرحله الجايه. إسهامات فاعلة من وزارة الداخلية لرفع الوعي البيئي لدى المجتمع والتوعية بأهمية قضايا التغيرات المناخية وأبعادها الأمنية وبلورة رؤية واضحة في هذا الإطار. الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي ندوة تتسم بأهمية كبيرة عقدتها وزارة الداخلية مع قرب انعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وتأتي أهميتها بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية قضايا التغير المناخي. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. كما واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 490 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 159 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 111 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 43 طنا. كما تم ضبط 720 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 71 قضية خبز ناقص الوزن و71 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز شعير تم ضبط 22 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 236 طن. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره الجنبي مامادو تنجارا، وبحث الطرفان خلال زيارة تنجارا للقاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي للفرنكوفونية أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في ملفات السياسة الخارجية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بقضايا القارة الأفريقية. وحرص وزير الخارجية على استعراض أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، مؤكدا أهمية أن يخرج المؤتمر بنتائج تعزز عمل المناخ الدولي على شتى المستويات. ومن جانبه أشاد وزير خارجية جامبيا بالتعاون القائم في مجال الصحة والرعاية الطبية وتطوير الخدمات وتوفير التجهيزات الطبية بما في ذلك تجهيز مستشفى جامبيا بأحدث الأجهزة. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. خلال جلسة مساءلة في مجلس العموم رئيس الوزراء البريطاني الجديد يرجئ عرض خطة الموازنة المنتظرة. أرجأ رئيس الوزراء البريطاني الجديد المحافظ ريتشي سوناك لأسبوعين عرض خطة الموازنة المنتظرة بترقب شديد إلى 17 من نوفمبر المقبل. يأتي ذلك في بلد يشهد أزمة اقتصادية واجتماعية بعد الاضطرابات المالية التي أثارتها الحكومة السابقة. وواجه سوناك الذي أصبح ثالث رئيس وزراء بريطاني في أقل من 50 يوما للمرة الأولى، واجه النواب في مجلس العموم خلال جلسة مساءلة على خلفية وضع اجتماعي متفجر بسبب ارتفاع الأسعار. For the good of the country. He told his party what it wanted to hear. Leadership is not selling fairy tales. It is confronting challenges, and that is the leadership. بعد تعيينه رسميا رئيسا للحكومة من قبل الملك تشارلز الثالث، حذر ريشي سوناك من قرارات صعبة سيتم اتخاذها، لكنه أصر على توجيه رسالة أمل للبلاد
التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. المصرفي ووزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك أصبح أول رئيس وزراء بريطاني من أصل هندي، وهو في عمر 42 ليصبح أصغر رئيس حكومة في التاريخ المعاصر للمملكة المتحدة بعد صعود سريع في السياسة. سوناك تعهد بإصلاح ما أسماها الأخطاء التي تم ارتكابها في عهد ليستراس التي اضطرت للاستقالة بعد عاصفة مالية أثارها برنامجها الاقتصادي. سوناك شدد كذلك على أنه سيضع الاستقرار الاقتصادي وثقة الاقتصاديين في قلب برنامج هذه الحكومة. وبعد فترة وجيزة من تسلمه المنصب، قرر سوناك إبقاء وزير المال جيرمي هانت في منصبه الذي عينته فيه ليستراس على عجل منتصف أكتوبر لتهدئة العاصفة المالية الناجمة عن برنامجها الاقتصادي. وسيصبح سوناك رئيس للحكومة في بلد يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، فقد تخطى التضخم معدل 10% وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع. يأتي ذلك فيما لا تزال أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع، وكذلك أسعار المواد الغذائية، وفي الوقت الذي تحوم فيه مخاطر الركود. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضر اليوم تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية المسؤولة عن الرد على التهديدات بما في ذلك حالة نشوب حرب نووية. وأوضح الكرملين أن قوات الردع الاستراتيجية البرية والبحرية والجوية أجرت تدريبات وإطلاقا عمليا للصواريخ الباليستية وصواريخ عابرة. هذا وأكد رئيس بوتين أن احتمالات الصراع في العالم والمنطقة لا تزال مرتفعة للغاية، مشيرا إلى أنه يتم إشعال النزاعات المسلحة في ساحة رابطة الدول المستقلة. وأكد بوتين أن العالم أصبح متعدد الأقطاب وأن بعض الأطراف تحاول الحفاظ على الهيمنة بأي شكل من الأشكال. ونبه بوتين إلى مخاطر انتشار الأسلحة عبر السوق السوداء الأوكرانية ووقوع منظومات الصواريخ بأيدي الإرهابيين. عبر وزير الدفاع الروسي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني عن مخاوف موسكو بشأن احتمال استخدام أوكرانيا ما يعرف بالقنبلة القادرة. من ناحية أخرى، ذكرت الدفاع الروسي أنها تمكنت من صد محاولات تقدم أوكرانية في لوهانسك وخرسون، كما أكدت أنها دمرت مركز اتصالات للقوات الأوكرانية في خاركيف ومنشأة لتخزين النفط في دنيبرو بتروفسك. كشف البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني الجديد ريتشي سوناك اتفقا في مكالمة هاتفية على أهمية دعم أوكرانيا. وأضاف البيت الأبيض أن بايدن وسوناك أكدا مجددا على عمق العلاقة الخاصة بين بلديهما. كما أعلن البيت الأبيض أن بايدن تحدث هاتفيا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وناقشا التزام البلدين بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا. أعلن وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت إرجاء البيان المالي حتى 17 من نوفمبر المقبل. وأكد وزير الخزانة البريطاني أن تأجيل البيان المقرر الإعلان عنه في 31 من أكتوبر الجاري جاء في أعقاب تولي ريتشي سوناك رئاسة وزراء بريطانيا من أجل السماح له بمزيد من الوقت لفحص الأرقام وصياغة خطط حكومته الخاصة بالشؤون المالية للبلاد. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. كما شهدت الجلسة أيضا استعراض عدد من طلبات الإحاطة عن قطاع الصحة.
جلسة عامة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر عدد من مشروعات القوانين. وخلال الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وأيضا وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله 15 عاما بدلا من 16 عاما. كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. الجلسة شهدت أيضا استعراض عدد من طلبات الإحاطة عن قطاع الصحة. هي جلسة النهاردة جلسة سرية جدا، لأنها جلسة رقابية لمجلس النواب بعدد كبير من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة موجهة للسيد وزير الصحة. والحقيقة أنه ملف الصحة ملف يهم كل المصريين بكل فئاتهم وبكل طبقاتهم الاجتماعية، ولذلك بيكون مهم جدا أنه السادة النواب في إطار دورهم الدستوري الرقابي على أداء الحكومة أن هم ينقلوا يعني مطالبات المواطنين إلى السادة المسؤولين باستخدام الأدوات الرقابية اللي بينص عليها الدستور في دور مجلس النواب في مراقبة أداء الحكومة. في الحقيقة النهاردة دارت العديد من المناقشات، يعني جميع النواب استخدموا جميع الأدوات البرلمانية في طلبات إحاطة لأسئلة لطلبات مناقشة عامة عن الأوضاع أوضاع القطاع الصحي بشكل عام وبعض الحاجات اللي هي الفنية. اتكلمنا عن التأمين الصحي، اتكلمنا النهاردة عن منظومة بناء المستشفيات ودعم المستشفيات ومستلزمات العلاجات بالمستشفيات. أيضا كان في سؤال خاص مقدم مني عن مرض ضمور العضلات وعن خطة الدولة لدعم مرضى ضمور العضلات. من جانبها أكدت الحكومة أن هناك مجهودا كبيرا تبذله الدولة خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالقطاع الصحي مثل المبادرات الرئاسية المختلفة. وقد قرر مجلس النواب رفع الجلسة اليوم الثلاثاء الموافق الأول من نوفمبر المقبل ليواصل دوره الرقابي والتشريعي في سبيل رفعة هذا الوطن والمحافظة على مقدراته. تتواصل الاستعدادات والإنجازات التي تجرى على قدم وساق بمدينة شرم الشيخ انتظارا لمؤتمر المناخ كوب 27. وللمتابعة انضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، ضعنا في الصورة، لديك آخر المستجدات فيما يحدث في شرم الشيخ الآن استعدادا لكوب 27. نعم إيمان ويوسف، تحية لكم. بالفعل العد التنازلي بدأ هنا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال هذه القمة الدولية المهمة كوب 27، قمة المناخ، في السادس من شهر نوفمبر المقبل بإذن الله وحتى الثامن عشر من شهر نوفمبر. نحن نتحدث عن 10 أيام، أي الأحد بعد القادم بإذن الله، حيث تستقبل مصر هذه القمة المهمة. أنا الآن متواجد في أحد الأماكن التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، هي السوق القديم هنا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال زوار المؤتمر قمة المناخ. وبالتالي هذا السوق الذي يتوسطه أيضا مسجد الصحابة الذي يتواجد من خلفي في الصورة، تم رفع كفاءة المنطقة بالكامل لتكون نموذج محاكاة للقاهرة أو مصر القديمة، مصر الفاطمية. هنا نموذج محاكاة لعدد من المباني، مباني مصر القديمة ومباني مصر الفاطمية في هذه المنطقة، لتمزج ما بين الثقافات المتعددة، ما بين الثقافات الحديثة والإسلامية، وأيضا هذا المسجد الذي يمزج في معماره الكثير من الثقافات والحضارات المختلفة. من أماكن أيضا التي تم تطويرها هنا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال هذا الحدث الدولي المهم، نتحدث عن الممشى السياحي وأيضا خليج نعمة الذي تم توحيد هويته البصرية، والممشى السياحي المستحدث الذي هو مقام على طول 6 كيلومترات. بالتالي المدينة هنا أصبحت مستعدة بالكامل من عدد من المشروعات، وأيضا
عدد من منظومة النقل صديقة للبيئة، وأيضا محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة يقوم بعدد من الجولات الميدانية يوميا للاطمئنان على اللمسات الأخيرة، إذا جاز لنا وصفها هذه اللمسات الأخيرة قبل انطلاق هذه القمة الدولية COP27. وإذا تحدثنا عن هذه القمة التي تضم الآلاف من المشاركين من 197 دولة، نجد أن مصر أو استضافة مصر لهذه القمة يأتي بالتناوب ما بين القارات، وكانت مصر هي الدولة الوحيدة من القارة الإفريقية التي تقدمت بطلب لاستضافة هذه القمة 27 هنا في مدينة شرم الشيخ، وبالتالي مصر إلى جانب استضافتها لهذه القمة هي أيضا تعبر عن صوت القارة الإفريقية التي تعاني معاناة كبيرة بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتي الدول الصناعية الكبرى هي كانت السبب الرئيسي فيها بسبب الانبعاثات الكربونية. وبالتالي هناك عدة مطالب في هذه القمة، منها تقليل الانبعاثات وأيضا تخفيض ارتفاع معدل حرارة الأرض إلى درجة ونصف مئوية، وذلك لتخفيض الآثار السلبية التي تعاني منها الكرة الأرضية وأيضا الدول الإفريقية بوجه الخصوص. هذا هو المشهد هنا قبل أيام قليلة من انطلاق هذه القمة الدولية بمشاركة وفود ورؤساء دول والعديد من منظمات المجتمع المدني التي تأتي إلى هنا في مدينة شرم الشيخ بالتوافق مع أو بالتوازي مع العديد من التطويرات والتحديثات التي شهدتها مدينة شرم الشيخ مؤخرا. إليكم زملائي في الاستوديو. شكرا جزيلا أحمد الحسيني من شرم الشيخ. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوافل خدمية كبيرة بقرية كفر شبين التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية. وتأتي القوافل في إطار توجيهات القيادة السياسية وضمن خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني. شملت القوافل قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى قافلة للكشف عن أمراض العيون. كما شملت القوافل توزيع سلع غذائية وكسوة الشتاء وتوعية المواطنين بتنظيم الأسرة ومساعدات اجتماعية وإنسانية وكل ما يحتاجه المواطن البسيط داخل القرى، بهدف تقديم الرعاية الاجتماعية المتكاملة للفئات الأكثر استحقاقا، مساهمة من المجتمع المدني مع جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين. والآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. الجولة الاقتصادية، ودينا شرف إليك دينا. شكرا لك يوسف، شكرا لك إيمان، والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلسة مباحثات مشتركة مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شليغونيف، وذلك لبحث دعم وزيادة التعاون المشترك بين البلدين في أنشطة صناعة البترول والغاز. وشهد اللقاء استعراض أنشطة الشركات الروسية العاملة في مصر في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، وذلك في مناطق عملهما بالصحراء الغربية والبحر المتوسط. كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن استضافة مصر للقمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل، وتخصيص يوم ضمن فعاليات القمة لمجال إزالة الانبعاثات الكربونية. جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي الذي اختتمت فعالياته أمس بالقاهرة.
وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720 مليار جنيه و 371 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10475 نقطة ليرتفع بنسبة 75% ليغلق عند مستوى 10553 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2209 نقاط ليرتفع بنسبة 75% ليغلق عند مستوى 2225 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3169 نقطة ليرتفع بنسبة 82% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة. أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن التحول في مجال الطاقة بعيدا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري سيستغرق سنوات ربما تصل إلى 30 عاما، مما يستلزم مواصلة الاستثمار في الموارد التقليدية لضمان أمن الإمدادات. وأكد وزير المالية السعودي أنه في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي 6 أشهر صعبة للغاية، فإن التوقعات بالنسبة للدول الخليجية المنتجة للنفط جيدة جدا، مع احتمال أن تظل كذلك خلال السنوات الست المقبلة، مؤكدا أن التعاون العالمي ضروري لتحقيق الاستقرار، وأن دول الخليج العربية ستساعد دول المنطقة في مواجهة توقعات اقتصادية شديدة الصعوبة. ختام أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى إيمان ويوسف، إليكما. شكرا لك دينا. أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ أن الجهاز بدأ في أعمال اختبار المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد معلم فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، ويستمر حتى 14 من ديسمبر القادم. وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه من المقرر أن يخضع للاختبار 60719 متقدما لشغل عدد 14813 وظيفة معلم مساعد، مشددا على أن الاختيار سيكون للأكفأ والأقدر من خلال اجتياز الاختبارات التي تتم بشكل إلكتروني وبدون أي تدخل بشري. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب، نعود فيها من جديد إلى دينا شرف. اتفضلي دينا. شكرا لك إيمان، شكرا لك يوسف. والآن موعدنا مع أخبار الرياضة محليا وعالميا. خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية خلال ميران اليوم الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية، وذلك استعدادا للقاء الأهلي بكأس السوبر بعد غد الجمعة على استاد هذا بن زايد. وألقى البرتغالي فليرا المدير الفني لنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق ميران اليوم، وأيضا حرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها في التدريب، وقام بتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في لقاء الجمعة. أما المارد الأحمر فقد خاض ميرانه الأول على ملعب العين استعدادا للقاء السوبر أمام الزمالك، وعقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين قبل أن يخوضوا فقرات التدريب البدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال. وبعدها أدى اللاعبون تدريبات خططية، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية. نجح لاعب فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة المشاركين ضمن بعثة المنتخب القومي في البطولة الإفريقية التي أقيمت فعالياتها بالجزائر، نجحوا في حصد المراكز الأولى بعد منافسة قوية بين كافة الدول المشاركة بالبطولة. ونجح اللاعب محمد صالح في الحصول على الميدالية الذهبية وزن
80 كيلوغرام، كما نجح اللاعب محمد صبري في الحصول على الميدالية الفضية وزن 75 كيلوغرام، فيما نجح محمود إبراهيم مختار في الحصول على برونزية الوزن الثقيل فوق 100 كيلوغرام. ونتيجة لما حققه عناصر المنتخب، فقد حصلت مصر على المركز الثاني بعد دولة الجزائر المنظمة للبطولة. حقق منتخب مصر لكرة الشاطئية الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 5-4 ليتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في موزمبيق. وبهذه النتيجة أيضا تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية القادمة. وتأهل منتخب مصر للشاطئية من دور المجموعات بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية خلف السنغال ومتفوقا على أوغندا ومدغشقر، بينما تأهل المنتخب المغربي في صدارة المجموعة الأولى متفوقا على ملاوي وموزمبيق. ختام أخبار رياضة، عودة مرة أخرى إلى إيمان ويوسف، إليكما. شكرا لك دينا. اصطف السكان المحليون والسياح على الطريق في مدينة مدريد بإسبانيا لمشاهدة الآلاف من قطعان الأغنام وهي تساق في المدينة، والأجراس حول أعناقها تصدر صوتا صاخبا طبقا لتقاليد تعود إلى قرون. ويسمح الحدث السنوي الذي بدأ الاحتفال به في عام 1994 للرعاة باستخدام الطرق التقليدية لرعي ماشيتهم من شمال إسبانيا إلى المراعي الواقعة في الجنوب من أجل الرعي الشتوي. الآن مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية، نعود فيها مرة أخرى إلى دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك يوسف، شكرا لك إيمان. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 28، الصغرى 20، اسكندرية 26 19، مطروح 25 19، بورسعيد 26 19، اسماعيلية 28 20، السويس 27 19، العريش 27 19، طابة 29 20، شرم الشيخ 33 22، الغردقة 31 21، الأقصر 30 18، أسوان 31 19، الوادي الجديد 29 18، شلاتين 31 22، وأخيرا حلايب 28 24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم. انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. رئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة ويوجه بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية في مجالات الفنون والثقافة. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر والإمارات دائما على قلب رجل واحد، وبن زايد يقول إن العلاقات ستمضي للأفضل بالتعاون مع الرئيس السيسي. تنفيذا لتكليف الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء يعلن إقرار حزمة حماية اجتماعية بتكلفة تصل لنحو 67 مليار جنيه. ختام نشرتنا، لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم، مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور. ازيك يا إيمان؟ ازيك يا يوسف؟ الحمد لله تمام. ايه الأخبار؟ كله تمام؟ منور ومتألق ونتعلم منك. الله يبارك لك. ربنا يبارك لك. الله العظيم. شفتوا الاجراءات الجديده؟ فورا. تسع اجراءات فورا. وتسع اجراءات كلها في صالح المواطن. صحيح. واشادت الاحزاب، يعني تقريبا جميع الاحزاب اشادت بقرارات دي ودورها في الحمايه الاجتماعيه طبعا الفتره طبعا اللي طبعا طبعا. يعني يمكن علشان كده انا من المؤمنين بانه هو رئيس الغلابة. رئيس كل المصريين، بس هو الغلابة فعلا أهالينا أكتر ناس بتستفيد من الإجراءات دي. إجراءات مباشرة كمان، يعني ما فيهاش بقى خطط، هي إجراءات مباشرة تنفيذ. لا تحمل الجاي التأويل ولا الاجتهاد ولا يعني واضحة مباشرة على رأيك بالضبط، يعني بالضبط. رد واضح وصريح على أي حد يقول غير كده. ده عالم بتقول هنتريش على رأي عمرو أديب. ربنا معاكم. أشكركم. شكرا لإيمان. شكرا ليوسف. واستأذنكم نبدأ فقرتنا. حلوة الكرافات يا جماعة.